السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف السادس. درسنا لهذا اليوم في مادة التربية الإسلامية معاني والمعنى العام لسورة لقمان. أخذنا بالفيديو السابق السورة وقرأناها معا أعزائي. السورة كانت للحفظ من 9 إلى نهاية السورة. هذا كانت آيات الحفظ من 13 إلى 19، من 13 إلى نهاية السورة، وقرأناها سوية وهي للحفظ أعزائي، من وإذ قال لقمان لابنه إلى نهاية السورة قرأناها مع بعض. والآن عدنا الكلمة معناها أعزائي. المعاني المطلوبة هي آيات الحفظ، لكن أنا أريد نحفظ معاكم سوية الآية كل معانيها، لأن هذا يساعدكم لما يجينا سؤال عن المعنى العام. المعاني المفردات تساعدكم على المعنى العام. الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل. الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل. يعظه يذكره وينصحه. يعظه يذكره وينصحه. لا تشرك لا تجعل لله شريكا. لا تشرك لا تجعل لله شريكا. وهنا على وهن ضعفا فوق ضعف. وهنا على وهن ضعفا فوق ضعف. فصاله في عامين فطامه من الرضاعة في عامين. فصاله في عامين فطامه من الرضاعة في عامين. المصير المرجع. المصير المرجع. جاهداك أجبراك. جاهداك أجبراك. واتبع سبيل من أناب إلي واسلك طريقة من رجع إلى طاعتي. واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب واسلك طريقة من رجع إلى طاعتي. خردل حب صغير جدا. خردل حب صغير جدا. من عزم الأمور من الأمور التي يجب الثبات عليها. من عزم الأمور من الأمور التي يجب الثبات عليها. ولا تصعر خدك لا تمل وجهك عنهم تكبرا وإعراضا. ولا تصعر خدك لا تمل وجهك عنهم تكبرا وإعراضا. مرحا فرحا شديدا من البطر والخيلاء. مرحا فرحا شديدا مع البطر والخيلاء. مختال فخور متكبر ومعجب بنفسه وكثير المباهاة. مختال فخور متكبر ومعجب بنفسه وكثير المباهاة. اقصد في مشيك توسط بين الإسراع والإبطاء. اقصد في مشيك توسط بين الإسراع والإبطاء. اغضض اخفض. اغضض اخفض. أنكر الأصوات أقبحها. أنكر الأصوات أقبحها. أعزائي، المعنى العام في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى لنا قصة لقمان الحكيم، وهو رجل صالح آتاه الله العقل والحكمة وحسن التصرف. من هو لقمان الحكيم؟ هذا تعريف من هو لقمان الحكيم. يعني يجينا سؤال من هو لقمان الحكيم؟ هو رجل صالح آتاه الله العقل والحكمة وحسن التصرف. لقد كان عبدا شكورا وصالحا، وأوصى ولده بوصايا تجلب له ولكل من يلتزمها خير الدنيا والآخرة. أعزائي، هذه وصية لقمان هي وصية لنا، الله سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه حتى نتعظ بها. يعني هذه الموعظة مو فقط لابن لقمان الحكيم، هي لنا إحنا المسلمين. ولقد آتينا لقمان الحكمة، معناها أعطيناه العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى لقمان قائلا. أعزائي، يعني المعنى العام مطلوب عندكم بالامتحان، لكن إحنا نقرأ مرة مرتين ثلاثة يعني نستطيع أن نعبر بالمعنى الصحيح والمعنى المطلوب بدون ما نحفظ. يعني أعرف طلاب يعني يريدون يأخذون درجة كاملة، وهذا حقهم، وهذول مجتهدين، والله يوفقكم جميعا أنه يحفظ 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 يحفظ. هو مو بهالطريقة هذه نحفظ التفسير المعنى العام. نقرأ الآية نفهمها، يعني نعرف شنو المطلوب من عندنا من بهذه الآية. هو هذا المعنى العام، يعني مو حفظ حفظ مثل ما نحفظ الآية. الآية نحفظها ما بيها مجال، الفتحة والضمة والكسرة ما بيها مجال، ما نقدم كلمة على أخرى صورة للحفظ. لكن المعنى العام لا أعزائي، نفهم فقط نفهم الموضوع ونعبر عن نفسنا بالمعنى الصحيح. في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى لقمان قائلا اشكر الله تعالى على ما أعطاك من الحكمة. يعني إذا الله سبحانه وتعالى قال لقمان اشكر لله، ما معناها؟ يعني الله سبحانه وتعالى طلب من لقمان أن يشكر على ما أعطاه الله من الحكمة. فمن شكر الله على نعمه زاده الله، هذا معنى فإنما يشكر لنفسه، فهو يزيد نعيمه من الشاكرين، وهو غني عن العالمين. رب العالمين غني عن العالمين، لأنه القوي العزيز لا يحتاج إلى طاعة الناس،
ولا تضرهم معصيتهم، إنما الناس يحتاجون الله ويطلبون رضوانه ورحمته. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الموعظة لنا جميعا، مو فقط الابن لقمان. الله، أما هذه الآية ففيها يوجه لقمان ابنه ويؤدبه ويذكره بأن لا تعدل بالله شيئا في العبادة، يعني لا معبود غير الله سبحانه وتعالى. فمن أشرك بالله فقد منع ما وجب الله عليه من معرفة التوحيد، فكان ظالما لنفسه. أكبر الظلم هو الإشراك بالله. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمر الله تعالى الإنسان بهذه الآية بطاعة الوالدين وشكرهما والإحسان إليهما، ثم بيّن سبحانه زيادة نعمة الأم في أثناء حملها، لأن الحمل يؤثر فيها، فكلما ازداد الحمل ازدادت ضعفا على ضعف. وأما فطام الإنسان من الرضاع فيكون في انقضاء عامين. فلذلك وصى الله سبحانه وتعالى الإنسان بشكره وشكر والديه الذين بذلا الكثير من أجل تربية ورعايته. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإن كان والداك مشركين وأجبراك على عبادة غير الله فلا تطعهما، وأحسن إليهما واتبع طريقة من رجع إلى طاعة الله، إذ سيكون مرجع الناس جميعا إلى الله العزيز الجبار الذي سيخبرهم بما عملوا في الدنيا ويجازيهم عليها. ثم عاد سبحانه وتعالى إلى الإخبار عن لقمان ووصيته، إذ قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن عمل الإنسان من خير أو شر مهما كان صغيرا ولو بمقدار حبة من خردل، وتكن تلك الحبة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يحذرها الله يوم القيامة ويجازي عليها. فالله لطيف بعباده، خبير بما يعملون، يعني الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، كل شيء يعلمه، يوم القيامة يحضر كل شيء. يا بني، هاي نرجع إلى وصية لقمان، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هنا أوصى لقمان ابنه بإقامة الصلاة، وأنا أوصيكم أعزائي أبنائي بإقامة الصلاة والأمر بعمل الخير والنهي عن عمل الشر، وأن يصبر على كل الأمور، فذلك من الأمور التي يجب الثبات والدوام عليها. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك. هذه وصايا أخرى للقمان: يا بني لا تمل وجهك عن الناس تكبرا ولا تتعالى على الناس في مشيك معجبا بها، لأن ذلك داء يصيب الإنسان المتكبر، فتواضع في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، واخفض صوتك ولا ترفعه ولا تجهر به كل الجهر فإن أقبح الأصوات صوت الحمير، وعليه يجب الاعتدال في المشي والتوسط في النطق. أعزائي، إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.